أيام قليلة تفصلنا عن إعلان شركة الإلكترونيات العملاقة أبل عن أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون، الذي ينتظره الكثيرون كل عام بشغف كبير. وإذا كانت لديك عادة شراء أحدث طرازات آيفون أو تحتاج لتحديث هاتفك، عليك مراجعة هذه العوامل التي تساعدك على اتخاذ القرار أو العدول عنه. متى لا يجب شراء جهاز جديد؟ في حال كان عمر هاتفك عامين أو ثلاثة، يمكنك الاستفادة منه لعامين آخرين. أما إذا كانت هناك مشكلة بالبطارية، بطارية جديدة ستؤدي المهمة. وكذلك في حال كان هاتفك يعمل بكامل طاقته لكن الشاشة متشققة، شراء شاشة جديدة سيفي بالغرض. وإذا كان جهازك بطيئا، يمكنك مراجعة البيانات التي يمكنك حذفها، وبذلك لا تكون بحاجة لتحديث هاتفك الآيفون. والآن، متى يجب شراء آيفون جديد؟ في حال كان هاتفك آيفون 8 أو 8 بلس أو X، عليك التفكير بشراء هاتف جديد، لأن آخر تحديث للبرنامج لن يدعم هواتفكم. كذلك من المهم أن يتمكن هاتفك من تحديث أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS لحماية بياناتك من الخطر. وإذا كان هاتفك يحتاج إلى إصلاحات بتكلفة عالية، فمن الأفضل شراء جهاز جديد. ومهما كان قرارك، انتظر حتى 12 من سبتمبر عندما تكشف أبل عن المميزات الجديدة بهاتفها المرتقب.